كشف الصانع الشوكولا السويسري باريكالبو أخيرا عن تركيبة جديدة تحتوي على أجزاء من ثمرة نبتة الكاكاو كانت الشركة ترميها في السابق مستهدفة بذلك الأجيال الشابة ففي الوقت الذي أصبحت فيه غالبية المستهلكين تبحث عن أغذية تحتوي على الحبوب الكاملة وكمية أقل من السكر ومقدار أكبر من المغذيات ومواد غير مضرة بالبيئة، تحولت واحدة من أكبر شركات صناعة الشوكولا في العالم نحو هذا الاتجاه من خلال ابتكارها أنواعاً تعتمد على وصفة تستخدم ثمرة نبتة الكاكاو بنسبة 100% وليس بذورها فقط. وهذه المنتجات الجديدة مليئة بالمغذيات، إذ لم يُهدر أي جزء من ثمرات الكاكاو لصنع الشوكولا التي كانت تُنتج باستخدام البذور حصريًا، ومن المقرر أن تصبح الشوكولاتة المصنوعة من ثمرات الكاكاو بنسبة 100% متوافرة للطهاة والحلوانيين في مطلع العام المقبل. وفقدت الشوكولاته بعضا من جاذبيتها في الاسواق المتطوره حيث تواجه منافسه كبيره من الاطعمه التي تعتبر صحيه اكثر كما ان سعر الكاكاو المرتفع يشكل عائقا امام الارباح